فترة بتظهر موضة جديدة في تسريحات الشعر، لكن النهاردة معانا تسريحات لبنانية هنشوفها مع مصمم الأزياء مع مصمم الشعر اللبناني أليكس. أليكس أهلا بيك معانا في عسل أبيض، أنت منورنا النهاردة. ثانك يو، أهلا فيك. في فرق كبير ما بين تسريحات الشعر في لبنان وما بين تسريحات الشعر في مصر ولا نفس الحاجة؟ لا صراحة لا، ما في فرق كتير كبير. أنا أو في أي مكان تاني يعني. هلا بدي أقول لك إنه التاتش اللبنانية بيدخل فيها التاتش العربية مع التاتش الأوروبية. نعمل ميكس تاتش بقلب بعض بين هيدا التاتش الغربية والتاتش العربية وبنخلق تاتش جديدة. بس هيدا الشيء هو اللي بيتميز لبنان شوي عن بقية أي دولة تانية. بس أنا كتير شفت تقارب فكري بالموضة بين مصر ولبنان. يعني مش شايف إن في أي اختلاف في الموضة ما بين مصر ولبنان؟ لا بصراحة موضة الشعر يعني؟ بصراحة أنا شفت بمصر إنه مصر كتير بلد مجالها واسع بالموضة وبتتقبل الموضة وبتحب الموضة والفاشن، خاصة هلأ بالفاشن الجديد يدارج فاشن كتير واسع وكتير جريء، ففي تقبل لإله. صحيح صحيح. طيب قولي بقى ايه موضة شعر 2016، الطويل ولا القصير ولا ايه؟ هلأ 2016 فيت فيها موضة جريئة وموضة سيمبل. الموضة الجريئة هي باللون، والموضة السيمبل اللي بالتمشيط. طلعنا من التمشيط الشينيو، التمشيط العالي، التمشيط الضخم، فتنا بالتمشيط السيمبل مثل الجدولة، مثل الويفي، الفير. الجدولة اللي هي الدفير؟ الدفيرة. أوكي. الفير، الويفي، الويفي الواسع. رفعة صغيرة من قدام إذا في مناسبة بس. مع لكن الكريباج والفوليوم الكتير والحاجات دي. طلعنا من الشيء الضخم، نحن داخلين صيفية هلأ. ففايتين بالأشياء اللي كتير سيمبل، أشياء للبحر، أشياء للسهرات، بستيل سيمبل، ستيل بسيط. بينما الموضة الجريئة هي باللون. سنة 2016 عندها جرأة ما طبيعية باللون. إيه الألوان بقى الجديدة؟ الألوان مثل الأحمر. الأحمر هو سيد الألوان، هو عطول موضة فعلا. بس كمان هيدي السنة كتير البيربل بينك. وفي ناس عندها الجرأة دي إن هي تعمل مثلا شعرها لونه بيربل وبينك. أخضر، أخضر كمان. ألوان قوس قزح، قوس قزح اللي بيطلع بالسماء. هيدا كتير دارج السنة. يا خبر. عم يعملوه بأوروبا ونحن بلشنا نطبقه هون نحن بلشنا نطبقه بلبنان. وهلأ شوي عم نطبقه بمصر. انا لاحظت كمان ان في لون الجراي. صح، هيدا الجراي هو موضه من مش هاي السنه، قبل بس بعده موضه. لون الجراي طلع مش 3 سنين 4 سنين. الابيض، الجراي، الفضي، هيدول الوان كتير دارجه بهاي السنه، بعضهم موضه لهلا، كانوا من 4 سنين ولهلا بعضهم موضه، والوان طبعا جريئه والوان صيفيه اكثر ما هي شتويه. طيب هل كل او يعني اي موضه ممكن تليق على اي حد؟ لا اكيد. يعني الالوان اللي انت قلت عليها دي، الالوان الجريئه دي، البيربل او الاخضر او الوان قوس قزح، تليق على مين مثلا؟ يعني اول شيء هيدي الالوان بدها شعر فاتح. بتليق اكثر شيء على الصبايا الصغيره. عشان جريئه كثير بالوانها. بدها شعر بيور اكثر. بدها حدا يتقبل يشوف شعره احمر او يشوف بنت تشوف شعره اخضر. بس هي الوان كتير حلوه، الوان جريئه. وحتى اللي دارج اكثر هلا اللي له سنه او سنه ونص ظاهره طلعت باوروبا وخاصه بفرنسا، 3D color. يعني ايه بقى 3D color؟ 3D color هو بيجي كذا لون، 2 3 4 الوان، ميبي 5 الوان، ميكس بقلب بعض من فوق لتحت، ببلش من الغامق بينتهي بلون فاتح. طبعا بدرجه الالوان يعني زي قصدك اللي هو زي الديجرادي يعني؟ ديجرادي، كيف قص الديجرادي بس ديجرادي باللون. اوكي. هيدا اللون كيف ما برمت راسها الست بيخلق عندها لون جديد. وكيف ما اجى عليه اضاءه كمان بيخلق لون جديد. ابدا ما ببين هو كذا لون، ببين ميكس كلر بقلب بعض، فايتين بقلب بعض. لون كتير حلو، لون كتير دارج. بتكون الاساس بتاع اللون ده ايه؟ ولا ممكن يبقى اي لون ولكن يبقى ديجرادي؟
ما هم ديجرادين، احنا فينا نبلش بالغامق للفاتح. اه يعني ممكن مثلا من الاسود لغايه الاصفر البلوند. فينا اللي بدنا اياه، فينا من الفاتح للافتح. نحن بننقي والزبون هي اللي بتنقي درجه أوكي. الالوان اللي هي بدها اياها مع بعض. فهيدا لون كتير حلو. صار عندها زبونه كذا لون بقلب شعرها. كيف ما برمت بده يطلع عندها لون جديد، كيف ما حطت ايدها بشعرها بده يطلع عندها لون جديد. بصراحه لون حلو. وهيدا موضه. طيب حلو قوي. طيب بالنسبة لصبغات الشعر، مش بتحس ان صبغات الشعر بتضر الشعر؟ يعني ازاي نعتني بشعرنا؟ في صبغة بتضر، نعمل في صبغة بتضر وفي صبغة ما بتضر. بس نحن اللي بنخليها تضر او بنخليها تكون هيلسي. بس نستعمل صبغة فيها فيتامينز، بس نستعمل تريتمنت بالبيت. هيدا اهم شيء، تريتمنت بالبيت او بقلب الصالون. لازم كل جمعة مرة واحدة بالاسبوع نعمل تريتمنت للشعر بالبيت او بالصالون. وخاصه هلا نحن داخلين على صيفيه وبحر وشمس وهواء، فاكيد الشعر هلا بده يتاذى من المي ومن الشمس، فلازم التريتمنت ضروري. هيدا هو اللي بخلي شعرنا بصحه جيده هيلسي. حتى بس يكون الشعر منيح فينا نقدر نعمل اي لون بدنا اياه، وهي الزبونه بتساعد الكوافير ليعمل لها اللون الجريء اللي هي بدها اياه. طيب انت قلت تريتمنت، ايه نوع التريتمنت دي؟ يعني مثلا التريتمنت بتبقى تريتمنت على الاطراف، ولا تريتمنت لفروه الراس، ولا مثلا لو واحده اكتفت ان هي تقص اطراف شعرها يبقى كده خلاص؟ في نحن عندنا كذا تريتمنت، في للاطراف، في للشعر كله، في للروتس للجلده. يعني بيبقى زي مثلا مجموعه زيوت، ولا بيبقى حمام كريم، ولا ما بيبقى في إيه؟ عنا اشياء طبيعيه وفي عنا اشياء كيميكلز. زي ايه الاشياء الطبيعيه؟ زي الاشياء الطبيعيه، في هلا مثلا فينا نعمل صفار البيض مع العسل مع اللبن. مع اللبن اللي هو الزبادي. الزبادي اللبن هو الزبادي صح. بنخلطهم مع بعض، بنحطهم على الشعر قد ما بدنا وقت، ونرجع بنفوحه تفويح. هيدا بيعطينا تريتمنت للشعر وبغذي الشعر وبقويه. تمام. وبخليه ببطل يمغط، وهيدا الشيء بيساعد على اللون اذا هي بدها لون جريء. تمام. طيب حتورينا تسريحات ايه بقى النهارده؟ نحن اليوم مثل ما قلنا فايتين على سمر. دارج السيمبل بالتسريحات، دارج الويف كتير او الليس او الفير، او فينا نضب شوي من قدام اذا عندنا مناسبه بسهره. طب حتفرجنا ايه بقى النهارده؟ وكمان في شغله حنفرجي عن ال 3 دي ونشرح عن ال 3 دي اكتر. طيب تفضل. هي شعرها معمول له لون ايه؟ 3 دي؟ هي شعرها عملنا لها الكالر 3 دي اللي فيه اكتر من 3 الوان فايتين بقلب شعرها. تمام. كيف ما حركنا بالشعر بيطلع عندها اختلاف بالالوان. ايوه. ببلش من الروتس الغامق، افتح 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 افتح، فينا نعمل جراي من تحت. يعني لدرجه بلشنا اغمق الميديوم، ميديوم براون مش دارك براون، نهيناه بالاش بلوند. والطبيعي هلا نحن شايفينه لون كتير حلو ميكس الوان. هلا نحن بس كمان نعمل اي ستيل بالشعر كمان بيطلع اجمل. تمام. رح نشوف هيك شوي هون شيء سيمبل ويفي سريع، تقدر تظهر فيه على اي مناسبه بدها اياها، بالليل الصبح ما في مشكلة. طيب في ناس بتقتنع ان الحنة مغذية للشعر ومفيدة للشعر، ايه رأيك في الموضوع ده؟ لكن الحنة يعني ما كتير بتأذي الشعر، كمان بتنشف الشعر الحنة، عشان الحنة ما دخلها كمية فيتامينز كتيرة مثل الصبغة. الصبغة دخلها كمية فيتامينز والزيوت أكثر من الحنة، وخاصة هلا إنه الصبغة اللي بدون أمونيا، الصبغات هلا طالعة بدون أمونيا ما بتأذي الشعر أبدا، بالعكس في صبغات بتعالج الشعر. طيب إحنا عندنا بقى شوية أسئلة كده من الجمهور. سؤال مثلا، أول سؤال، ليه الشعر بيتأثر بعد الولادة؟ أوكي. دايما الست بس تولد كلنا بنعرف انه بروح الكالسيوم من جسمها لفتره محدوده. طبعا. والشعر بحاجه لكالسيوم. فبس يروح هذا الكالسيوم او يخف، طبيعي الشعر يوقع، وخاصه من قدام.
طيب وهي تقدر تعوض ده بفيتامينز مثلا بفيتامينز طبعا بالاكل الفيتامينز طبعا بتريتمنت للشعر زي ايه تريتمنت زي ايه مثلا فينا نعطيها تريتمنت طبيعي مثل زيت الزيتون كمان بيقوي كتير للشعر وخاصه كمان لتقويه الكالسيوم بالشعر كمان فيها تجيب ماسك اكيد يكون ماسك كتير حلو مرتب ما بيتعب الشعر بالعكس بيعالج الشعر وممكن تحطه بعد ما بتغسل شعرها دايما بتغسل شعرها وبتنشفه شوي بتخليه رطب وبتحط الماسك قد ما بدها وقت تحط ماسك ساعه ساعتين قد ما بدها تمام وبعد كده تشطفه عادي لازم هيدا الشيء يكون بالاسبوع مره ضروري قبل البحر وعلى البحر لو كل يوم فيها تعمل تريتمنت ما في مشكله طيب انا سالتك السؤال اللي هو اذا الحنه بتاثر على الشعر زي الصبغه وانت قلت لي ان تقريبا بيبقى ليها نفس التاثير الحنه اكتر من الصبغه عشان الصبغه داخلها كميه فيتامينز كبيره وخاصه الصبغات الجديده اللي بدون امونيا فبالتالي لازم اي واحده بتستخدم الصبغه تتاكد ان هي بتستخدم الصبغه المظبوطه اللي بتحتوي على الفيتامينات الكتير وتحاول ان هي تتجنب اي صبغه تكون داخل فيها كيميكلز كتير صح مظبوط طيب عندنا برضو سؤال تاني لو حد استعمل الحنة وفي طرق كتيرة ايه الحاجات الطبيعية اللي بتتحط عليها نحنا فينا نعمل تريتمنت طبيعي فينا نعمل ميكس ما بين الحنة وما بين حاجة تانية يعني صح فينا زي نعمل ايه بقى تريتمنت لنقول عن التريتمنت فينا نعمل زيت خروع توم انا بسمع ان الثوم فعلا مفيد جدا للشعر صح الثوم كثير مفيد للشعر صح له ريحه وبشعه وكيف بدي احطه على شعري بس بتكسب شعرك هذا عن التريتمنت الطبيعي بينما التريتمنت الماسك انا عايزه اشوف الشعر الموديل الماسك كمان فيه كل الفيتامينز اللي كمان طبيعي وكمان فيه فيتامينز كيميكلز مش يعني كيميكلز يعني منه منيح طبعا بالعكس بيكون فيه بروتين زايد عن الاشياء الطبيعيه طيب والحاجات اللي هي زي مثلا البروتين والكيراتين والحاجات دي بتضر للشعر بتضر الشعر ولا بتبقى مفيده للشعر ابدا مفيده للشعر اول شيء بنعرف نحن طلع عنا الكيراتين اول ما نزل بتعرف الكيراتين هو مش بس كيراتين هو عائله كامله بوتوكس طبعا. بروتين كولاجين اي شيء وايه الفرق ما بينهم يا ترى الفورمول كله فيه بروتين وكله بيعالج الشعر وكله بس الكيراتين هو بملس الشعر اكثر من اكثر حاجه بتخلي الشعر نازل ليس البروتين هو من عائله الكيراتين بيعالج الشعر فيه كميه بروتين كثير عاليه تمام فانا بنصح بالبروتين انت بتنصح بالبروتين هلا اللي طالع الحلو الجديد هلا البروتين نحن هون عم نشوف نحن عملنا ستيل بسيط فيها تظهر فيه الصبح انت عملت ستيل بسيط ويفي. وعملته في 3 دقائق صح نحن هون عم نشوف الديجرادي باللون كيف كانه عامله ديجرادي بشعره بالقص بس نحن هون عم نشوف الديجرادي 3 دي باللون اللي ما بيجي ابدا مقطش مقصول. طبعا هيدي الحرفيه بقلب ال 3 دي بيجي من فوق لتحت فايت بقلب بعضه كيف ما تحط ايده وكيف ما تعمله على الاضاءة بده يطلع عنا لون جديد صحيح بأي مال وطت علت عملته لورا تمام لقدام بده يضل عنا مثل ما انت شايفي هلا اكيد عم يعطيك الثلاثي ابعاد هو ال 3 دي مش يعني ثلاث الوان فينا نعمل خمسه وسته وسبعه الوان بقلب لون واحد المهم انه هو يبقى ثلاث ابعاد ثلاث ابعاد بتشوفيه عم يتحرك اللون هي وماشية أو هي وقاعدة في عندها لون شعر عم يتحرك منه ثابت أبدا هو ده الحلو بصراحة هيدا لون حلو طبعا لون جميل لا بصراحة وطبعا بدي زيد شغلة نحن فينا نعمل 3D بالفاشن كولر مش بس بالبراون والاش بلوند فينا نعمل بينك من تحت هلا دارج البيربل بينك دارج الموفي من فوق مع بينك من تحت دارج البينك الروتس انا لازم اشوف الكلام ده لان انا لسه مش مقتنعه انا يمكن كلاسيكيه شويه بس انت لازم توريه لنا ان شاء الله اكيد ان شاء الله كله هيدا رح تشوفوه رح تشوفوا كل هيدي الالوان اللي شايفينها هلا بطرق تانية اكيد بطرق حرفيه اكثر بطرق فاشن اكثر كل شيء موضه ان شاء الله نحن متبعينه ونحن ناس بنحب الموضه
كلنا بنحب الموضة، مين ما بيحبش الموضة. صح. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة في عشاء الأبيض. أتمنى تكونوا استمتعتوا بفقرتنا النهاردة، وأسيبكم مع حنان مفيد فوزي والنجم الجميل حسن الرداد.